أعزائنا المشاهدين، بالمحبة نلقاكم من جديد في برنامجنا الصمت يتكلم، مرحبين بكم وبضيف حلقتنا لهذا اليوم قدس الأب جهاد شبيحات. أهلا وسهلا أبونا. أهلا وسهلا. الأب جهاد من مدينة مأدبة الأردن، النائب القضائي لغبطة البطريرك فؤاد الطوال ورئيس المحكمة الكنسية البدائية اللاتينية في الأردن. خدم في عدة رعاية في فلسطين والأردن، وكان آخرها رعية قلب يسوع الأقدس في عمان، كما خدم في كل من السلط وعجلون. في هذه الحلقة سنتحدث عن الخبرة الروحية التي عاشتها القديسة ماري ألفونسين والتجلي الإلهي الذي شكل شخصيتها الإنسانية والروحية والرهبانية. تعد الخبرة الروحية تاريخاً مفصلياً في حياتنا، يقلب حساباتنا رأساً على عقب ويدعونا إلى ترتيب بيتنا، فالخط الذي تسير عليه حياتنا يكون مرسوماً ومبرمجاً بحيث نعرف تماماً من أين نأتي وإلى أين نذهب، وفجأة نتعرض لهجمة ما من الداخل أو من الخارج فيأخذ مسارنا وجهة جديدة غير منتظرة. انطلاقاً من ذلك أبونا، بالنسبة للقديسة ماري ألفونسين بدأت الظهورات معها على عمر 31، فهل بتعتبر أنه الخبرة الروحية اللي عاشتها بدأت مع الظهورات أم قبل؟ الدعوة الكهنوتية أو الرهبانية، كما الدعوة للحياة المكرسة، عندما نتكلم عن دعوة نتكلم عن شخص يحب. نعم. والدعوة دائماً لشخص نحبه، شخص لا نحبه لا ندعوه. هكذا نرى في الإنجيل المقدس. السيد المسيح عرف آلاف من الرجال والنساء، لكنه دعا 12 تلميذا. في الإنجيل المقدس يظهر لنا جليا كيف كان السيد المسيح يختار الرسل والتلاميذ. متى عشارا عظيما وصاحب ثروة وغنى، وكان يجلس على مائدة الجباية، نظر إليه يسوع وأحبه ودعاه، فترك كل شيء وتبعه. تكلمت كيف أن الله يتدخل في حياة الإنسان. هذا هو التدخل، إذ يلمس الله قلوبنا وأفكارنا وفجأة يغير مسار حياتنا. متى ترك كل شيء، الغنى، الثروة، التجارة، الاسم، الحزب، الدين، وتبع يسوع. الدعوة بقدر ما توجه إليك الرغبة الشديدة في المحبة يكون الجواب على قدر السؤال. هكذا كانت القديسة ماري ألفونسين عندما استجابت لنداء دعوتها الرهبانية، تعذبت وتركت وضحت ودخلت رهبانية مار يوسف وعاشت سني حياتها وشبابها بالصمت المتكلم الذي تحدثت عنه. الصمت يعني الفرح، هي ثرثرة داخلية لكن ثرثرة مستحبة، فيها إيمان، فيها عطاء، فيها ألم، فيها تضحية، وفيها صبر واحتمال. الصمت المتكلم، الصمت المليء بالمحبة. لذلك القديسة ماري ألفونسين في حياتها الرهبانية في بيت لحم بقرب من مهد السيد المسيح منحت يسوع كل ذاتها، كل عواطفها، وكان طريقها لربما كان شاقا كحياة كل مكرس، كل كاهن وكل راهبة. لا نخاف ولا نرتعب بأي دعوة كهنوتية أو رهبانية أو أسرية أو عائلية، دائما هناك ما يقلب حياتنا، لكن الذكاء فينا
أن تنقلب نحو الأفضل، نحو الخير، وليس انقلاباً يؤدي إلى دمارنا. عاشت حياتها، عاشت شبابها بكل محبة، متممية في حياتها النذور الرهبانية والمسورات الإنجيلية. لذلك نستطيع أن نقول تحضيرها الروحاني بلغ القمة عندما أعطت كل ما عندها لله، فاختارها الله آنية مقدسة بحبها ليسوع، لمريم، ليوسف، واختارتها مريم لأنها أحبت ابنها حباً جماً عظيماً عميقاً. اختارتها مريم لمحبتها العظيمة وأعطت إليها رغبتها بتأسيس الرهبانية المقدسة، وصلت إلى أوج عطائها وحياتها الرهبانية. هنا كان لابد للعذراء مريم أن تمنح ماري ألفونسين مخططها الإلهي بتأسيس الرهبانية التي نحبها ونعتز بها، وهي اليد اليمنى للبطريركية اللاتينية في الأرض المقدسة. سوية نبني هذا المجتمع الخير الطيب في كل ميادين الحياة. نعم أبونا، إذن الخبرة الروحية اللي عاشتها بدأت قبل الظهورات، وهي أساساً تأسست على علاقتها ومحبتها للسيد المسيح. تمام. من كتاباتها بنقرأ إنها كانت بالنسبة للقداديس تحضر 15 و20 قداس وراء بعض، فما دور يسوع القرباني في حياتها؟ نعم، العذراء مريم في ظهوراتها للأم ماري ألفونسين نحتتها نحتاً رائعاً، قيل عنها أيقونة، ونقول عنها تحفة، ونقول عنها الصورة الأنصع بياضاً لقديسة بلادنا الوديعة البسيطة المتواضعة التقية. ماري ألفونسين زينتها العذراء مريم بكل النعم والفضائل، لكن خلقت منها الإنسانة الصامتة، الإنسانة المحبة التقية المصلية. ظهورات العذراء مريم للأم ماري ألفونسين وكل من يقرأ كتاباتها يشعر بهذا الدفء، بهذا الانقلاب في حياتها، كيف أن العذراء مريم حولتها. في كتاباتها تكتب بكل بساطة وتقول عن الظهورات: هذا الشيء الذي لا أعرف كيف أفسره، ولا أجد كلاماً أصف به هذا الجمال، هذا النور. نحن كبشر عندما نرى وجه طفل وابتسامة أو وجهاً جميلاً نتوقف متعجبين، فكيف لو رأينا نوراً بهياً مشعاً كوجه العذراء مريم؟ هذا الانقلاب خلق في قلب ماري ألفونسين فرحاً عميقاً خلعها من جذورها البشرية والإنسانية لترتقي إلى أجواء سماوية كلها نور كلها فرح. حتى أن رفيقاتها الراهبات لم يعرفن كيف يتصرفن معها، للنور، للبهاء، للقداسة المشع من هذا الوجه الذي لم يكن جميلاً جداً، لكن النور والجمال الداخلي طغى على كل ملامح الإنسان وإشراقاته، فأصبحت سماوية أكثر منها أرضية. هذه هي ماري ألفونسين. من حبها للعذراء مريم سمح السيد المسيح أن يريها شيئاً من نوره، وفي كتاباتها تقول خصوصاً في عيد الغطاس 1875 و76 قمة قداسة ماري ألفونسين،
في المهد، في بيت لحم، في عيد الغطاس، في عيد الطفولة، في عيد الفرح، في عيد أزواء بيت لحم، على قدميها تذهب إلى المغارة، إلى مهد السيد المسيح وتركع. كتبت أنها حضرت 15 ذبيحة إلهية متواصلة، وعند كلام التقديس كان يظهر النور الساطع والذي كان ينتشر من الهيكل يمشي رويداً رويداً حتى يصل إليها. وتقول: كنت جريحة الفؤاد. جريحة الفؤاد بمعنى أن مشاعر الحب، مشاعر التجلي، مشاعر التعلق بالاتحاد بالسيد المسيح كانت تطغى على حياتها. كانت تستشعر الألم، الحزن والعذاب. كانت تبحث عن التضحية. كانت تريد أن تتلاشى، أن تفني حياتها لهذا المحبوب السيد المسيح. بالنسبة لنا عندما نقول حضرت 15 ذبيحة إلهية، السنة اللي بعدها 20 ذبيحة إلهية، معنى ذلك إن كانت الذبيحة نصف ساعة فالمجموع بده يكون 10 ساعات في الكنيسة وراكعة سجود، نعم، دون أكل. ما الأكل؟ ما الطول؟ ما العمر؟ ما العرض؟ ما الحياة؟ ما الاضطياد؟ ما الموت؟ وأن أعرف إلا السيد المسيح والسيد المسيح المصلوب. من هنا تلتقي بساطة الأم ألفونسين مع عظمة بولس الذي سيطر السيد المسيح عليه، جندله من حصانه، رماه أرضاً، سيطر على حياته، تحكم بها، أصبح عبداً، وقال واصفاً نفسه وذاته: لست أنا أحيا بل المسيح يحيا فيا. والأم ماري ألفونسين في محبتها، في صلاتها، في تعمقها، في حبها ليسوع القرباني، تعطينا المثال الأجمل والقدوة الأمتع. كيف نصلي؟ كيف نحضر ذبيحة؟ كيف نتحد بالمسيح؟ تصف لنا أثناء الذبيحة الإلهية أنعم عليها يسوع بأن ترى أسرار الوردية التي هي أسرار حياة يسوع. كانت تشاهد يسوع، كانت تشاهد حياته، كانت تشاهد الملوك الثلاثة والهدايا، وشاهدت يوحنا والماء المنسكب كأنه نور. هذه الأحداث، هذه الظهورات لا بد لها من أن تخلع قلب ماري ألفونسين لتنقله إلى أجواء مقدسة رائعة. هي نعمة الله؟ نعم، قد نقول أن الله أنعم عليها، لكن لا يجوز لنا أن ننكر فضلها، صمتها، عملها، زهدها، تواضعها، وهي المؤسسة، ولم تظهر مؤسسة إلا بعد مماتها. هذه عظمة القربان الأقدس في حياة ماري ألفونسين، محور الحياة. ونحن ككهنة، ونحن كرهبان وراهبات وأسر وعائلات، يجب أن نقتدي. آن الأوان لأن نفهم أن هيكل العائلة المسيحية هي الذبيحة، نقطة الانطلاق، القداس. كيف أشارك؟ كيف أصلي؟ كيف أتناول؟ كيف أتأمل؟ كيف أتخيل السيد المسيح؟ كيف أتأمل به وبأسراره؟
لأنه لابد من يوم من أن يكشف لنا ذاته، حبه وصنيعه معنا في حياتنا. إذن أبونا، من حياة القديسة ماري ألفونسين إحنا نقدر نأخذ المنهجية أو الوسيلة أو الأساليب كيف نحن ككهنة ورهبات ومؤمنين حتى كيف نتهيأ للذبيحة الإلهية، لأنه مرات كثيرة منصلي ومنقدس ويومي تقريباً ومنطلع، بس للأسف ما منوصل لشي بسيط من اللي هي وصلت له. فأنا أعتقد أنه نحن ما عم نتحضر مثل ما لازم. فشو بتقولنا، شو ممكن، كيف إحنا كمؤمنين وكمكرسين فعلا نستعد للذبيحة الإلهية؟ وظيفتنا كمكرسين وكمكرسات مسؤولية عظمى. نعم. الراعي الصالح الذي يسر على قطيعه، الذي يعرف خرافه ويدعوها بأسمائها. هنا نتساءل عن رسالتي، عن رعيتي، هل أعرفها؟ هل أسهر عليها؟ هل أنا واعي للأخطار المحدقة بهذا القطيع؟ السهر على القطيع، التحضير ليس فقط في الذبيحة الإلهية. الذبيحة الإلهية ممكن تكون يوم أحد أو أعياد واحتفالات، لكن عندما نتكلم عن القربان، عن خبز الحياة، عن الثبات في الكرمة، إن لم تثبتوا في فلا حياة لكم في أنفسكم. مسؤوليتنا دائما في الدعوة، في التحضير للذبيحة الإلهية، من خلال سهراتنا الإنجيلية، من خلال علاقاتنا البشرية والإنسانية، من خلال استماعاتنا، لقاءاتنا، من خلال جميع النشاطات في المدارس، في الجامعات، في المستشفيات. التحضير كما رأيناه في حياة ماري ألفونسين التي كانت تنهض مع الفجر إن لم تكن تصحي الفجر. نعم. وفي طريقها إلى المهد. واللي بيعرف المسافة ربع ساعة تصل إلى المهد. هذا هو التحضير، هذا هو الشوق، هذا هو الحب، هذا هو الاستياق. هل أنا مدرك لأهمية القربان في ذاتي والذبيحة والقداس؟ هل المؤمنون هم أيضا مدركين لهذه الحقيقة؟ استعدادنا للذبيحة، إقامة الذبيحة، كيف أصلي، كيف أعظ، ماذا أقدم، كيف أحضر هذه الكلمة بمواضيع من الإنجيل وتأملية أكثر من ما تكون إرشادية. الذبيحة الإلهية بحسب الأم ماري ألفونسين اختطاف، أكثر من تأمل هي حياة، أكثر من تأمل صوفانية مقدسة، انخطاف بالروح، اتحاد بالله، اتحاد بالسيد المسيح. أعتقد أن الذبيحة الإلهية هي محور الحياة، علمتنا إياه من خلال قداديسها البسيطة المتواضعة، لكنها تعكس نور السيد المسيح في الذبيحة، ولكن النور الذي ينتشر في قلوبنا وينطبع في وجوهنا بحيث نصبح صورة حية للسيد المسيح. هذا مقياس نجاحنا، هل أعكس يسوع في حياتي؟ هنا نجاحي. نعم، إن شاء الله أبونا كلنا نكون قادرين نعكس صورة السيد المسيح. نشكرك على اللقاء الغني، وربنا يباركك ويعطيك الصحة، تستمر في رسالتك الكهنوتية. شكرا أبونا، يعطيكم العافية. إن الحياة الرهبانية وليدة مجتمعها، ومدعوة أيضا لأن تكون بطريقة من الطرق والدة لمجتمع جديد مبني على قيم المسيح، تعمل على تجلي سماء جديدة وأرض جديدة.
إنها مدعوة إلى تحويل واقع المجتمع الذي تحيا فيه من واقع مادي بحت إلى واقع إلهي يقبل المسيح كلمة الله في وسطه. دعوتها ليست تجاوزية، ليست إلغاء لحقيقة المادة التي خلقها الله ورأها حسنة، إنما هي دعوة أسرارية تحترم البعد المادي للخليقة كإناء قادر على احتواء النعمة، فتحوله إلى مادة حاملة حقيقة تتخطى المادة. إنها مدعوة إلى تحويل الواقع كما حول المعلم المادة الجامدة الخبز والخمر إلى مادة أسرارية تحتوي حقيقة إلهية. إن كانت الإفخارستية هي حاوية للمسيح جوهرياً بشكل حقيقي وسري، فالحياة الرهبانية مدعوة إلى تحويل مجتمعها روحياً من واقع مادي مغلق على ذاته إلى واقع يحتوي في روحه وقيمه وأهدافه حقيقة المسيح الفصحية. هذا ما أدركته القديسة ماري ألفونسين إذ دونت في كتيب مذكراتها: في كل قداس وفي كل زياح قربان أشترك فيه كنت أشاهد نوراً ساطعاً ينبثق منه شعاع يخترق قلبي، فأرى ربي يسوع المسيح إلهاً وإنساناً بأنوار إلهية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم، على أمل اللقاء. أنت